فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: بالنسبة للسبعة الأيام التي يصومها إذا رجع إلى أهله، هل يلزم أن تكون متتابعة؟ لم يذكر الله جل وعلا أنها متتابعة، فيجوز متفرقة ويجوز متتابعة. نعم. وكذلك حفظك الله، هل يلزم أن يصومها من حين وصوله إلى أهله أم يجوز له التأخير؟ المبادرة بها أحسن ليفرغ ذمته، وإذا أخرها فلا بأس. نعم.